الصحه دم الاجراءات ديالو وصافي. واذا كانت بوسبك تبع ما كانت كورونا ما كانتش كورونا ما عندي بنامج. ما تفنش الناس كيعدلو ما منهمش يعني باقونا باقا ما جيتي انت طول ما حتى نعدلو باق انا شفت بعد اخبار مرتبه في طنجه المهم يدخل انت طول نعدل الكمامات. ايوا شنو نقول لكم اخي الا كان شي حاجه مكتوبه عند الله مكتوبه وصافي. هادي هذا خاويه كنقول انا اخي كونا ولا شحال مخرجوا اي بولا كونا كنا عايشين شنو كيقول الله ما نعرف. جا العمر كمال ولا شي واحد ما تردو الا جا العمر سير انت واحد ربي ولا ما ردوش ربي ما سير انت واحد ربي هو مكلب بينا حنايا شكون خلقنا ربي خلقنا ايوا صافي الله يجعل البركه. كورونا في المغرب حنا شعب كنتبادلو كل شيء المعالق كنتبادلوهم الكيسان كنتناوبو فيهم الفراش كنشركو مع بعضياتنا كل شيء الله يحفظ السلامه. زعما الى كورونا جا المغرب فريمون غتكون كارثه عظمى السبيطارات ما كاينينش. ما علينا غنداو مع ديا ونشوف عاود حنا نحميو المدينه ديالنا عاود ما يحميو المدينه ديالهم ما يخليوش الناس يدخلوا عليهم عاود البرانيين والاخر المغاربه ما يخليوش اللي يستقبلوا عندهم ما يخليوش يستقبلوا ديك الامراتين واخر ما يخليوش يستقبلونا عنا ويشدوا الحدود ماشي يشدوا الحدود علينا ولا عليهم كلشي كيخاف من الموت الحق اذا كانت مكتوبه مع عند الله ما عندنا ما نعملوا. حتى خاصهم يبعدوا من الحوايج اللي يمكن لها تأدي هاد يعني هاد المرض هذا وما خصهمش يبقاو يقيسوا في الحوايج اللي يعني اللي تأدي عليهم اللي تأدي بهم لهاد المرض هذا وصافي. الرأي ديالنا في كورونا اعتقد بان الحمله الاعلاميه التي تتزامن مع انتشار الفيروس هي اكبر بكثير من هذا الفيروس فانا انصح المغاربه بضبط النفس وكذلك الانصات الى القرارات التي تقوم وزاره الصحه يعني بنشرها يجب احترام كل هذه القرارات وبالتالي ان شاء الله ستكون الامور كل شيء سيدوز ستمر الامور ان شاء الله بخير. ابدا جامي ابدا ما كاينش لا خوف لا حتى شي حاجه الحمد لله عندنا الثقه الكامله في الزيت بلديه والمأكولات المغاربه الحمد لله الصحه وما كاين حتى شي اشكال. ضروري نموت حق على كل شيء ولكن كنتمنى صراحه وزاره الصحه لو كان مثلا خبر بصح مأكد ضروري تدخل راه هادشي خطر وهادشي اللي غنقول. كورونا مرض جاي من صانع امريكا نعطي للبلاد هذا هو اللي كاين موتوش لان الله هو اللي خلقنا داكشي اللي تيبقى افات ما مكتبه لنا شي واحد مكتبه لنا شي حاجه مكتبه من عند الله الامراض راه عادي راه كان ايبولا كاع راه وساله كان ايبولا كثر من هذا قال لك هادشي اللي كاين تعيش هو في بيئه سخونه هادشي اللي تيقول والمغرب الحمد لله راه بخير ما يكونش هاد المرض ما يندلعش في المغرب يعني قد يحبسوا لا ما خايفش الكورونا ان شاء الله ما كنخافش ما شتيش كمامه لا ماشي كمام لان كاين بعض الناس باقي ما وصلهمش كاع باقي الله كاين هذاك الريح ديال المرض غادي يكون وانسان دير الكمامه ودير الكاس ودير ليغو هادشي باقي ما سالش الفلاحه ديالك لا بلا ما ياخذ شي ديال العادي يعني كما تيقولوا غسل المسائل ديالك وخذ الكمامه ملي انتشر حنا باقي لحد الان باقي ما كاين والو لحد الان تيقول لك يلاه كاين شي اصابه وحده اللي كاينه اللي دخلت المغرب مرض كباقي الامراض غير هما كيكبروا الحجم ديال المرض وكيعطيوه يعني شي حاجه اكبر من الحجم ديالو المناعه اللي عنده شويه المناعه ضعيفه هادشي اللي عارفين حنا من المعلومات البسيطه اللي خدينا اللي عنده شي مناعه ضعيفه ولا راه كيجيب الله العمر لكن عاود من واحد الناحيه عاود سمعنا كورونا وقال لك الوضع تحت السيطره يعني ما خصهاش تكون انها واحد حاله استنفار والخوف منها لديك الدرجه وكاين خبر اخر كيقول لك ان ماشي اي واحد اللي كيتصاب بكورونا كيموت بها لان احنا اصلا شدينا واحد القضيه في بالنا دائما كنمشيو بالامور السلبيه لان حاس ان المناعه ديالي قويه ودير الحطيات ديالي علاش انا غنخلي حتى يصيبني كورونا وهذيك ما عنديش خوف انني